نبدأ بتفسير الآيات المباركات من سورة الأنعام في قول الحق تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من سورة الأنعام يبين الله سبحانه وتعالى آياته الكونية الدالة على ربوبيته وقدرته واستحقاقه للعبادة دون سواه، فيقول سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. الحب المراد به حب الزرع الذي يبذر في الأرض، والنوى مراد به ما في التمر من الفصم اللي يسمى الفصم. والله جل وعلا يفلق الحبة اليابسة فيفتحها ويخرج منها النبات والعروق، النبات إلى أعلى والورق والأغصان والعروق إلى أسفل ليثبتها في الأرض بعد أن كانت ميتة يابسة. فلقها الله سبحانه وتعالى عن النبات، وكذلك النواة يفلقها الله، تخرج منها النخلة من النواة وهي في الأصل يابسة ميتة، ثم تخرج منها نبات النخلة شيء إلى أعلى وشيء إلى أسفل، العروق إلى أسفل وأصل النخلة إلى أعلى. فهذا دليل على قدرته وإحيائه للأموات. ثم قال: يخرج الحي من الميت، مثلا يخرج الفرخ من البيضة، بيضة ميتة والفرخ حي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الدجاجة أو من الطائر، البيضة ميتة والطائر حي. وكذلك يخرج الكافر من المؤمن، المؤمن حي والكافر ميت، ويخرج الميت من الحي، يخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر. فهذا من آثار قدرته سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذا من عجائب قدرة الله، ذلكم الله، ذلكم الذي يقدر على هذه
العجائب الله المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دون الأصنام والأشجار والأحجار والقبور التي لا تقدر على شيء. فالق الإصباح، نحن في ظلام الليل ثم ينفلق الإصباح والنور عند طلوع الفجر، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الناس وينامون، يسكنون في بيوتهم ومضاجعهم وينامون، والشمس والقمر حسبانا. الله جل وعلا جعل سير الشمس وسير القمر دليلين على الحساب، الليل والنهار. سير الشمس والقمر، سير الشمس يتكون منه النهار والليل، والقمر نور، جعل القمر فيهن نورا والشمس، والله جعل الشمس سراجا والقمر نورا، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك التصرف تقدير العزيز العليم. الله قدر سير الشمس وسير القمر ومجيء الليل ومجيء النهار وتنقضي الأيام والأشهر والسنين مبنية على هذا الحساب، ولا يتخلف ولا يختل هذا الحساب، لأن الله قدره جل وعلا فلا يتغير. تقدير العزيز، العزيز هو القوي الذي لا يعجزه شيء، العليم الذي لا يخفى عليه شيء، فهو أوجد هذه الأشياء بعزته وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. النجوم التي في السماء لها ثلاث فوائد: علامات يهتدي بها المسافر في سفره إلى الاتجاه الذي يريده، ورجوما للشياطين، فهي رجوم للشياطين الذين يسترقون السمع، وهي أيضا علامات يهتدي بها المسافر ويهتدي إلى طريقه في الليل. الليل لا يبصر الجبال ولا يبصر ما أمامه، وكذلك في البحار، السفن في البحار تهتدي بالنجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. في ظلمات البر والبحر، ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ما يعرف هذا إلا العلماء الذين يتبصرون في آيات الله سبحانه وتعالى ويستدلون بها على قدرته جل وعلا. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر البر والبحر فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام. كل البشرية من نفس واحدة وهي آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وهو آدم وأنثى وهي حواء زوجه. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. مستقر في أصلاب الرجال، والمستودع في المستودع في أصلاب الرجال، والمقر في أرحام النساء. ثم تخرج المواليد والذرية والتناسل. فهذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى.
مستقر ومستودع. فالله جل وعلا فصل آياته وبيناته الدالة على قدرته والدالة على استحقاقه للعبادة وحده دون سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. أحسن الله إليكم.